السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانيت. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقة تحضير صابلي بشكل جديد، مذاق ديالو لذيذ وكذلك هو مقرمش وفي نفس الوقت هش، ومكوناته بسيطة وموجودة في أي بيت، يعني حلوة رخيصة وحلوة اقتصادية للعيد. إلى عجباتكم فما تنساوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. إذا بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غنحتاجو 4 بيضات، كأس من السكر بودرة أي سكر غلاسي، ممكن نأخذ القياسات بالكأس أو الكوب كذلك. غادي نحتاجو 250 غرام من الزبدة، يعني ربع كيلو زبدة حلويات، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، كيس من السكر بنكهة الفانيلا، ممكن تعويضه بملعقة صغيرة من الفانيلا سائلة. ثم لدينا الدقيق حسب الخليط، وأخيرا عندنا بودرة الشوكولاتة يعني الكاكاو مع القليل من الشوكولاتة. إذا نمر الآن لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أولا نوضع الملح والزبدة بدرجة حرارة المطبخ، نقطعوها باش تجانس لنا بسهولة. إذا نخدموها قليلا باليد بهذا الشكل، نضيف السكر بودرة ونخدموها مع السكر جيدا بهذا الشكل بهذه الطريقة. ثم الآن نضيف السكر بنكهة الفانيلا، كذلك نخدمه الخليط جيدا حتى يولي بهذا الشكل. نضيف الآن البيض، بيضة ببيضة، 4 بيضات، ونفس الشيء غادي نخدمو البيض مع الزبدة والسكر جيدا حتى يتجانسو عندنا. من بعد نضيفو خميرة الحلويات ملعقة صغيرة، ونبداو نضيفو في الدقيق شيئا فشيئا مع التحريك حتى تكون عندنا عجينة متماسكة، عجينة ليست لينة وكذلك ليست صلبة. إذا الآن نقسمو العجين إلى نصفين متساويين، وناخدو النصف الأول كذلك نقسموه إلى نصفين، والنصف الثاني ناخدوه نديرو ليه بودرة الكاكاو كذلك الشوكولاتة الدائبة، ونخلط الشوكولاتة مع البودرة والعجين بحيث نحصل على عجين أسود، ونقسموه على 2 كما كتشوفوا حصلنا على 4 كويرات. ناخدو الآن بلاستيك غذائي وبلاستيك عادي، كندلكو العجين على شكل مستطيل، ونعملو نفس الشيء لباقي الكرات الأربعة بحيث تعطينا كاملة أشكال مستطيل كما كتشوفوا بهذا الشكل. حصلنا على هاد الاشكال. ناخذ الان واحده سوداء نوضعوا فوقها العجينه البيضاء تكون بنفس الحجم بنفس الطريقه، وضعنا الاخرين وكنديروا واحده سوداء واحده بيضاء واحده سوداء، يعني اختلاف الالوان. من بعد ذلك نقسموا هاد المستطيل الى 2 ونوضعوا كذلك بحيث نحصلوا على ابيض اسود ابيض اسود. ناخذ العجينه ونلفوها ولا ندوروها بهذا الشكل، لذا نحربلوها باليد هكا باش تعطينا على شكل طولي بشكل طولي. ناخدوها الان وضعوها في وسط بلاستيك غذائي ونوضعوها في المجمد حتى تماسك لينا العجينة. اذا كما كتشوفوا هنايا نسدو عليها باش تماسك جيدا. من بعد ما تماسكت العجينة في مجمد تقريبا نصف ساعة او فقط 20 دقيقة، ناخذ السكين ونبداو نقطعوا في العجين بهذا الشكل بحيث تعطينا دوائر كما كتشوفوا الشكل ديالهم. يعني ناخذ الان هاد الدوائر نقادوهم بحيث يعطيونا دائرات مقادين. اذا الان دخلوهم الفرن حتى يطيبوا. بالنسبه لدرجه حراره الفرن فكتبقى حسب نوعيه الفرن عندكم. إذن ها هي الحلوة من بعد ما خرجناها من الفرن. كما كتشوفوا هنايا وضعت القليل من الشوكولاتة في الجوانب كما ممكن تخليوها يعني بشكل عادي. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وإلى عجباتكم فما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد، وكذلك ما تنساوش لايك للفيديو. وأنا كذلك كنتظر منكم تعليقات ديالكم اللي كتشجعنا باش نستمروا إلى وصفة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.